شفتي بابا بقى كشرير ازاي في مسلسل البرنس؟ يعني ما كناش طايقينه بصراحة، بس لا والله بابا طيب جدا في الحقيقة، واحنا ما كناش طايقين فتحي، بس بابا طيب جدا في الحقيقة ومفيش أطيب منه. بس في فنانين لما بيروحوا البيت بياخدوا معاهم برضو الشخصية، كان كده فعلا؟ كان كده، بس احنا عازرينه وفاهمين ان هو كده على طول، هو من كتر ما بيتقمص الشخصية وبيعيشها وكده، فاحنا فاهمين ان هو متقمص الشخصية.